هي دي قيمة النادي الأهلي يا جماعة، وهو ده تأثيره ودي مكانته وده دور الأهلي كواحد من أهم مكونات القوة الناعمة المصرية. شوفوا الأهلي في تشريفه لبلده وتشريفه لكرة بلده، وشوفوا سمعة الكرة المصرية عند الأشقاء في تونس، في المغرب، في الجزائر، في الإمارات. شفتوا الأصدقاء وزملاء في قناة أبو ظبي عندهم هذا التقدير للنادي الأهلي. هذا التقدير خلى بيأثر حتى في الأطفال. شفنا بعد التتويج الأهلي بالسوبر تأثر الطفل جمولي اللي بيبكي بسبب فوز الأهلي بالسوبر وبيحتفل وهو بيعيط. هفكركم بيه. يعني لقطة بتوضح إلى أي مدى يصل بك الانفعال. هذا البكاء ليس بكاء الهزيمة، ولكنه بكاء النصر الصعب الذي يتحقق في الأوقات التي لا ييأس فيها الأهلي ويحقق فيها مثل هذا الموقف المتكرر. من هنا جاءت يعني تنوير هذه اللقطة، إن الشاب أو الطفل لم يتحمل كل هذه الضغوط، فهو من فرحته يبكي دموع الفرح. استاذ ابراهيم ده حفيد الحاج حليمه، حفيده. طب ما تقول لي بقى، والكابتن محمود الخطيب حرص على انه يتصل بيه ويطبطب عليه. حفيد الحاج حليمه. ده بفكركم بيه، ده الحاج حليمه اللي موجود رحمه الله عليه، كان بكى. كان هو اللي بكى. نشوف الكابتن الخطيب وهو بيطمن على جمولي وبيطبطب عليه. الو الو يا جمال، ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله الحمد لله. مبروك يا فندم. الكابتن الخطيب، الكابتن بيبو. يا حبيبي انا بحكي على جنب بقى. بيعيط يا كابتن، معلش بيعيط يا كابتن، مش مصدق نفسه. مش مصدق نفسه بس يا كابتن. كل الف مبروك. لا مع حضرتك، مع حضرتك. فوق يا جوجو، معلش. الو يا انا مبسوط جدا بحضرتك. لما اتفرج على الماتش بقى ربنا كده، ان ربنا يوفق اللي هيبدا ان شاء الله. ما احنا والله كلنا بنعمل كده. كابتن، كابتن ده حفيد الحاج حليم الله يرحمه يا كابتن. ما انا عارف. يا حبيبي ربنا يكرمك يا كابتن. طيب يعني اللي خلف ما ماتش حفيد الحاج حليم، والظاهر طالع هيقول لنا خش عليه بعد شويه.